بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج الزهرة المقدسة. النهاردة هنتكلم عن أحد فوائد التطلع والتأمل في أيقونة القديسة العذراء مريم. في الحقيقة لما الواحد يبص للعالم يجد أن الإنسان مصاب بمرض حب الامتلاك والقنية وحب السيطرة وفرض الأمر الواقع والاستعداء، وده طبعا لا يمكن ان احنا نجد فيه النموذج الذي اراده الله للانسان ان يكون عليه. لكن في المقابل بقى من كل هذه الصور السلبية عن الانسان، لما نتأمل في القديسة العذراء مريم نجد انها تدين كل هذا وتحكم عليه بالبطلان، مش بالكلام او بالمواعظ او بالمنطق، بل بصورة الاتضاع، بصورة البذل والخدمة في صمت. في الحقيقة القديسة العذراء مريم لم تطلب لنفسها شيء، لكنها نالت كل شيء. في كل مكان كانت القديسة العذراء مريم فيه كانت هناك تخدم، وهي في الهيكل كانت تخدم، وهي في بيت يوسف النجار كانت بهدف أنها تخدم، لما ذهبت إلى إليصابات كانت لتخدم، لما راحت في عرس قانا الجليل كانت لتخدم لأنها دخلت المطبخ وعرفت أنهم ليس لهم خمر، وكانت مع ربنا يسوع المسيح أيضا تخدم. ففي كل مكان كانت تخدم وتطلب ما للآخرين لا ما لنفسها، ودي فعلا زي ما بولس الرسول بيقول المحبة لا تطلب ما لنفسها. فأيقونة القديسة العذراء مريم هي أيقونة الإنسان الذي يريده الله أن يكون. القديسة العذراء مريم قدمت أسمى تعابير المحبة اللي هي الخدمة البازلة، عشان كده زي ما الله محبة زي ما الكتاب المقدس بيقول، فلما خلق الإنسان على صورته ومثاله يبقى يجب الإنسان أيضا أن يكون محبة، والقديسة العذراء مريم هي النموذج المثالي اللي يعبر عن كده. عشان كده بنسميها فخر جنسنا، فعلا جنسنا البشري يفتخر ان منه القديسة العذراء مريم اللي قدمت محبة من اسمى ما يكون. ولما الواحد يتطلع الى الايقونة يرى صورة الانسان والمثال الذي يجب ان يحتذي به كل انسان. بنقول في التسبيحة كده تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك، سؤتقية يوم الأربعاء. لا يوجد أحد وصل إلى درجة القديسة العذراء مريم، فهي أرفع من الشروبيم وأجل من السرافيم، لكن الملايين الآن تسعى لتقتدي بالقديسة العذراء مريم. زي ما قلت هي لم تطلب شيء لكنها نالت كل شيء، ودلوقتي كثيرين يجدون متعتهم في الترك والتخلي، يجدون لذتهم في الخدمة، يجدون فرحهم في البذل، يجدون حياتهم في السكون وخلاصهم في الاتضاع، ولهم الوعد بأنهم سيملكون مع المسيح وحينها أيضا سينالون كل شيء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبدين كلها آمين.